نائبة تطالب بشيء معين من مجلس النواب. النائبة تطالب وتطلب طلبا غريبا بحسب مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموها بتجاهل مطالب الشعب. تعالوا نتابع هذا المقطع المصور الذي سيوضح لكم الطلب الذي طلبته النائبة، ومن ثم نقرأ عليكم أبرز التعليقات. شكرا سيد الرئيس. أنا موضوع اللي أدخل به، يعني صراحة عندنا إحنا مشكلة، يمكن أنا مرتين بطرق سلمية ودينا حل بالنسبة للسماعات. إحنا ظاهر جالسين هنا بعد شهر كل أثناء راح نروح على الصم والبكم، يعني حقيقة أنا البارحة الطبيب كاتب لي عصب السمعي مؤثر من هاي السماعات. نتمنى حل هذه الموضوع، يعني هاي المرتين والثالث واتمنى برفع السماعات فوق. سيد الرئيس ماكو حاليا تقرير طبي، احنا العصب السمعي قاعد ياثر علينا، يعني احنا والجالسين هنا لازم نصم فيكم نروح بعد شهر شهرين، يعني اتمنى يعني هذا الموضوع. شكرا. نعم يعني صراحه عالج الموضوع. نعم النائب محمد ناجي، خل نمضي بالجدول وبعدين عد بعدين نستمع. تفضل النائب اخر حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس